أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 33,037 فلسطينيا وإصابة 75,668 خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي. وأفادت السلطات أن نحو 62 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 90 آخرون في الساعات 24 الماضية. كشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى عن فظائع ومخالفات قانونية وغير إنسانية ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لبتر أطراف بعضهم بسبب تجبيلهم بالأصفاد طوال الوقت. وأوضح الطبيب أنه يتم تغذية الأسرى داخل المستشفى الميدانية بطرق مسيئة، إضافة لإجبار الأسرى الفلسطينيين على استخدام الحفاضات بدلا من قضاء حوائجهم في دورة المياه.